موضوعنا لنهار اليوم كنا أعلننا عليه في بداية الحلقة، وين راح نحكم على استكمال إجراءات الإنشاء أو الشهر العقاري وضمانات القانونية أيضا راح نحكم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنا في أول حصة الوثيقة اللي هضرنا على العقد الرسمي والعقد العرفي أكيد. وقلنا بلي أن المشرع ألزم الرسمية في بعض العقود ومنها في العقود الناقلة الرسمية بالنسبة للعقارات. المشرع دار ضمانات لاستكمال وضمان انتقال هذه الملكية لأصحابها. وشنو هي الضمانات؟ الضمانات اولا هناك ضمانات تحرير العقد الرسمي، وهذه اللي يستكمل بها طبعا الموثق، يتحقق من الوثائق من استكمال جميع الوثائق اللازمه، وهذه تكلمنا عليها في الحصص الماضيه، يعني لا داعي لا باس ان نذكر بها لانه كاين ناس ربما ما شافتش الجزء الاول، ولا نعاودها باختصار فقط باش نمروا الى نقطه بالضبط اخرى. بالضبط، اولا يدرس الملف، يطلب الوثائق اللازمه، يتاكد من اهليه المتعاقدين، خاطر هناك اللي عنده الزهايمر او يعاني من الجنون المتقطع. طبعا قلنا احنا لسنا خبراء ولسنا اطباء، ولكن واحد من خلال المناقشه مع هذا المواطن على كل حال نقدروا نعرفوا راه واعي ماهوش واعي، راه عارف واش راه يدير الى غير ذلك، يعني نضمن العيوب الخفيه في هذا العيوب الاراده عفوا. وثانيا اننا نتاكد من اركان العقد الرسمي اللي هي المحل العقد الى اخره، كنا ذكرناها من قبل بالضبط. الان المشرع دار ضمانات قانونيه حتى نستكمل هذا نقل الملكيه تاع هذا العقار. بالنسبه للعقارات هناك التسجيل، تسجيل في مفتشية الضرائب، وهناك الاشراف في المحافظه العقاريه المختصه التابع لها هذا العقار، وهي المسؤوله دائما على اكيد هي المختصه. هنايا تلقى الموثق تابع للوزاره الوصيه اللي هي وزاره العدل التي خولت له بعض الصلاحيات في تحرير العقد وفي خصوص هذه العقود، هي من صلاحيات الموثق. وبالنسبه وهناك الوزاره الماليه اللي تابعه لها المحافظات العقاريه، وهذا كله من اجل ضمان هذا نقل الملكيه وضمان حقوق الافراد. جميل، طيب نروحوا خطوه بخطوه ونبسطوها للمشاهد باش نكونوا للشارع اقرب. انا شريت عقار، وشنو هي اولى الخطوات اللي لازم نقوم بها والاجراءات؟ انت شريت عقار، اولا نعرفوا قبل العقد البيع وشنو هو. عقد البيع هو عقد مدني نص عليه القانون المدني، وهو بموجبه هذا العقد طبعا الرسميه الشرط فيها أكيد. اذا مع الموثق، وهو عقد فيه توازي المراكز القانونيه. واش معناتها؟ البائع يبيع العقار تاعو، مقابل البيع هذا راح يتلقى ثمن، وهذه نقطه احنا هنفصلوا فيها شويه في بعد قليل، والمشتري مقابل ذلك نقل ملكية. هنا قلت علاش النقطة اللي حنفصلوا فيها، لأن المشرع الجزائري هنا كاين بعض التضاربات، بعض التدخلات في القوانين اللي من شأنها تقلل وتقدر تدير كما نقولوا آثار خطيرة في عدم ضمان تحقيق هذه الحقوق. شنو هي هذه النقاط باش الناس يكون على بالها؟ لأن خوفتينا. لا ماشي من باب خوفتكم، ولكن هذا واقع أنا نعيشوه. صح صح. دوك نقول لكم شنو هو خاطر البائع، يعني قلت لك منذ قليل هو ياخذ الثمن. البائع عند تحرير العقد تحرير العقد عند الموثق راهو يتسلم كامل المبلغ، كاين جزء منه الشاري. لا نهضر البائع. البائع يتسلم كامل المبلغ. يتسلم كاع المبلغ من المشتري، وكاين جزء من المبلغ حاليا القانون الماليه اللي راهو ذكره بخمس ثمن، هذا كيدخل الخزينه العموميه في الحساب المفتوح باسم الموثق في الخزينه العموميه. لماذا هذا الخمس؟ هذا اجراء ضروري جدا. ضروري راه ما يقدرش ما يمرش على هذا الإجراء. يؤدي الى بطلان العقد وكما يكونش هذا خمس الثمن. لماذا هذا خمس الثمن؟ حتى تضمن الدوله نديروا طلب الوضعيه الجبائيه للبائع، يعني على المستوى الوطني. عندنا شهر ونهار الى الضرائب ما بعثتش الموثق، اكثر من شهر ونهار اللي نص عليه القانون هذا الاجل، المواطن عنده الحق يدي الخمس تاعو. اما الاربعه اخماس الاخرى يديها يوم الامضاء او قبل الامضاء، يعني احنا ماناش مسؤولين اذا كان امام الموثق او خارج المكتب. يكتب هل تم اكيد احنا في الثمن نقولوا بعد ايجاب وقبول طرفين على الثمن، نقولوا باللي الخمس راهو دخل الخزينه، والاربعه اخماس راهو صرح باللي البائع راهو تقبضها بجميع وسائل القانونيه الدفع. هذه من جهه، ولكن القانون وش يقول؟ في انتقال الملكيه للمشتري اللي نورمالمون تكون توازي بين توازي المراكز القانونيه، انه نقل الملكيه
للاسف الشديد تبقى الماده 792 و793 من القانون المدني، الملكيه راهي تكون من تاريخ الاشهار وليس من تاريخ ابرام العقد. ونقولها للاسف 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 الشديد، لان البائع دا حقه ولكن المشتري. اعطينا بعض الامثله ربما من المكتب مباشره ولا من الواقع، بما انك الموثق الجزائري راهي يعاني 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 كثير، لان المواطن يجي عند الموثق ويدير عليه المسؤوليه الكامله. صح، حنايا صح نحروا العقود، كاين عقود اللي فقط تروح غير التسجيل، نسلموا النسخه في حينها للمواطن. اما بخصوص العقود اللي فيها النقل الملكيه وفيها اجراءات التسجيل والشهر العقاري، مرات تاخذنا عام عام ونص عام ونص والعقد مازال ما تشهرش. المواطن يجي يا استاذ راني خلصتك، راني درت لك، راني جيت عند الموثق، لماذا جيت عند الموثق؟ هاو باش يضمن لي حقي عام ونص خلص دراهمي عقش بيني تا سنوات والملف مازال ما تشهرش. وفي المحافظه العقاريه ثاني راه عندهم تراكم 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 كذلك تاع العقود. ودوكا واش راح نديروا؟ الموثق تلقاه كل يوم هاز كرطابو رايح المحافظه العقاريه، هناك من يدير كتابات كما نقولوا ارساليات مكتوبه حتى يستفسر على سبب يعني استكمال اجراء الشهر العقاري. مرات في حقيقه تكون اخطاء ماديه في العقد للمحافظ العقاري، يطلب من الموثق انه يصححها، ولكن هناك خطرات مرات عقود بسبب المنطقة تكون خاضعة للمسح الأراضي، يقول لك لازم حتى نجيبوا الدفتر العقاري، وهذا كله هذا لازم ينتظر للمسح العقاري، لازم ينتظر الدفتر. نعم، في ما يقدرش يكون إجراء قبل. لا لا، في المناطق التي خضعت إلى المسح هنا الدفتر العقاري ضروري. مرات حنا نديروا دومو تاسيسي دوس، يقول لك منطقة راهي في طور المسح أو منطقة منسوحة. لكن الناس أحيانا ربما تحب تقوم بالإجراءات أثناء المسح، هل هو مسموح ولا لا؟ طبعا إلى منطقة خضعت إلى المسح. مازال ما خضعتش، راهي راح تخضع. لا لا مازال، نعم، هنايا المواطن ما عنده حتى يد، حتى المنطقة تكون ممسوحة من طرف الدولة، من طرف الهيئات المختصة. كاين مصلحة المسح في المحافظة العقارية. جميل، حبيت نحكي أيضا على أنظمة الشهر العقاري اللي يتم اعتمادها في الجزائر، وشنو هي؟ أنظمة الشهر العقاري. كاين نظام الشهر الشخصي وكاين نظام الشخص العيني. العيني، واش الفرق بيناتهم؟ دوك نقول لك الفرق وشنو هما. سابقا كان المحافظة العقارية تستخدم النظام الشخصي، يعني باسم الشخص، والعيني بعنوان العقار. وفي كل مناطق التي خضعت الى المسح فهو شهر عيني، مستحيل تكون شهر شخصي الا في حالات نادره. نرجع الى موضوعنا لنهار اليوم وسؤال شكون يربح بين البائع والشاري في العقار. والله غير سؤال صعب هذا، سؤال دكتوره ولا دكتور؟ يلا نرجع لأن الى لان دائما في القوانين راهي تحمي حقوق الاطراف جميعا، ليس طرف دون طرف الاخر. ولكن منذ قليل قلت للاسف انه الاجراءات اللي تتبع العقد يعني لا يكون فيها يعني لا يكون فيها سبب الموثق طبعا لاعتبارات اخرى ولظروف اخرى. طيب نروح الى خطوه الاشهار واللي هي خطوه مهمه جدا في العقد. في هذه النقطة تحديدا فيها مشاكل كثيرة عند المواطنين، وشنو هي أبرز الإشكالات اللي تلقاوها أنتم كموثقين عقاريين ومع المواطن؟ احنا في مسألة الإشهار عندنا مشاكل كثيرة كثيرة ويعاني بها كل موثق جزائري، لأن هذا الموثق يعاني والمواطن يعاني تاني. أكيد أكيد، خاطر الموثق كيعاني راح تجيه ضغوطات من المواطن. صح، المواطن يضغط على الموثق والموثق يضغط على المحافظ العقاري، ورانا في سباق ودوامه. شكون يحصل في خوه؟ شكون يحصل في خوه؟ يلا نروح ماشي نروح مساله انه شكون اللي يحصل في مسؤوليه في الاخر. صح، لانه اولا العقد راه يبدا من عند الموثق، والموثق راه يتاكد من عدم وجود العيوب الاراده، توافر الوثائق اللازمه والقانونيه اللي يطلبها العقد. هذا الامر راهي من عمل الموثق. ولكن احيانا يكون كل الامور قانونية ومريقلة يعني كما نقولوا في الإشهار. والله عندي حالات وين العقد ما فيه حتى مشكل، ما فيه حتى خلل، وين يخلق شك عند المواطن. يولي يقول هذا الموثق
وقيل غلط لي في كاش حاجه، وقيل هذا العقار ما لازمش يتباع وهو ودار لي العقد البيع. والله يخلق شك، نقراها في لغه الجسد تاع المواطن حتى ولا ما يقولها ليش، حتى ولا ما يقولها ليش. يلا نروح ونحكوا على المشاكل، مشكل مشكل الاشعار. دائما وين يكون الخلل، وين يكون المشكل، المشكل تحديدا واللي يوصل. شوف الخلل كاين قلت لك مقبله، كاين تضارب وتدخلات في القوانين بالنسبه للقانون الماليه وبالنسبه للمحافظات العقاريه بصفه خاصه، ما عندهمش الوسائل، ما عندهمش كيفاش نقول، مثلا في البطاقه العقاريه مثلا خطط نحن نديروا عقد الاشعار، ما كاش بطاقه عقاريه. الملف يقعد في قيد الاشعار، يقول لك المحافظ العقاري ما عنديش بطاقه عقاريه، وعنده الحق انه ما يشهرش الملف بدون بطاقه عقاريه، الخطر اللي فيها كما نقولوا التاريخ كاع التصرفات اللي قام بهم البائع. في بعض الحالات، في بعض الحالات وين ولينا نطلبوا من المواطن انه يدير تصريح كتابي عند الموثق انه لم يتسرب من قبل في هذا العقار. والله غير مره درناها خاصه في عقود الرهن، عقد رهن البنك لازم تدي له الضمان اللي هو عقد مشهر الرهن مقيد، وكيجيو يديروا الرهن تقييد هذا الرهن في نقولوا بالنسبه للرهن نقولوا تقييد ماشي اشعار، ما نلقاوش البطاقه العقاريه، وبالتالي يتعطل الملف، وبالتالي راهي تتعطل حقوق الاطراف، خاصه حقوق البنك اللي هذاك العقار هو ضمان للقرض هذاك اللي مدوه لهذاك المواطن. دونك حنا المواطن يتعب، البنك تانيك تتعب، الموثق يتعب، حتى الاداره محافظ عقاري كذلك يتعب، كي ما يلقاش بطاقه عقاريه هو كذلك راه يتلقى ضغوطات ماشي فقط من الموثق. الان دوك ولاو المواطنين هما اللي يسعوا المحافظ العقاريه ويسقسيوا على الملفات ديالهم، ربما كما قلت لك منذ قليل يفقدوا هذيك الثقه في الموثق، يقول لك علاش بط عليا في الموثق على توصل حتى لسنه او سنتين ربما. نعم توصل حتى لسنه او سنتين. نعم مرات يكون سبب تعطيل تراكم العقود، مرات يكون سببها أن المنطقه تكون خاضعه الى المسح، وحنا يجيبوا لنا الوثيقه قلت لك هذاك تاع سي سي 12 باللي المنطقه غير ممسوحه او هي في طور المسح، حنا في هذه الحاله العقد يقدر يتشهر. ولكن واش يصرى؟ كي الملف يطول في المحافظه العقاريه والمنطقة هذيك اللي كانت في طول المسح أو غير ممسوحة تلقاها ممسوحة. حنا ندخلوا في كما نقولوا في مشاكل مع الإدارة وحتى مع المواطن، يقول لك نستنى حتى نحروا العقد الدفتر العقاري باش نكملوا وتحيين العقد التوثيقي هذاك باش نجيبوا المراجع تاع الدفتر العقاري. هنا ذلك الموثق لازم يدير عقد جديد تصحيحي أو تعديلي أو كل موثق وكيفاش يسميه، المهم المضمون تاعو هو استدراك مراجع الدفتر العقاري اللي لازم تكون في العقد الرسمي باش يتشهر عقد البيع. جميل. طيب أنا فقط نوجه الكلمة لكل الناس اللي راهي تشوف فينا صبيحة اليوم، ونقول لكم تقدروا تتصلوا بنا عبر الرقم الخاص ببرنامج الشروق مورنينغ 023 71 98 71، تصلوا بنا إلى عندكم مشاكل في العقارات للشراء ولا للبيع، عنده مشكل يقدر يعيط لنا. واكيد الناس اللي عندهم مشكل في الاشهار تحديدا كونه موضوعنا لنهار اليوم، والناس اللي وهبوا لهم ايضا اتصلوا بنا، والاكيد راح تستفادوا من استشارات الجهات الاخصائيه اللي حاضره معنا صبيحات اليوم. في انتظار استقبال اتصالاتكم نرجعوا الى موضوعنا لنهار اليوم، وش الفرق بين عقد الملكيه والدفتر العقاري؟ هو في الحقيقه ما كاش فرق. هناك بعض المواطنين يجوا كي يشوفوا باللي البائع عنده فقط عقد الملكيه دون الدفتر العقاري، يحسبوا باللي هذا العقد ما عندوش قيمه، غير صالح، غير صالح وغير قابل للبيع، وهو هذا خطأ اكيد خطأ. بالنسبه للدفتر العقاري راح يكون فقط بالنسبه للمناطق التي خضعت الى عمليه المسح، بمعنى عقد ملكيه والموثق او الموثق يتاكد انه العقار غير خاضع للمسح بطلب سي سي 12 اللي هو يعني قلت لك منذ قليل انه يخرج فيه اما منطقه غير ممسوحه، اما منطقه في طور المسح او منطقه ممسوحه. دونك كي تجينا هاد سي سي 12 ان الموثق يعرف اسكو يكمل في اجراءات البيع او يستنى تحرير الدفتر العقاري باش يكمل اجراءات الدفتر العقاري. نلخص جواب على هذا السؤال، يعني بعض العقارات عندها فقط عقد الملكيه وما كاش دفتر عقاري، يعني نقول المواطن ما يتقلقش، لازم يعرف علاش ما كاش دفتر عقاري. ما كاش دفتر عقاري لانه هذا العقار خاضع او غير خاضع لعمليه المسح. غير خاضع
ما كانش دفتر عقاري لعملية المسح، إذا كان خاضع لعملية المسح فهنا الدفتر العقاري ضروري، والدفتر العقاري ما هو إلا إجراء كامل العقد الملكية. جميل، يلا نستقبل مكالمة هاتفية ونقول ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام وطيب الكلام، تفضل شكون معنا ومنين؟ حصة الشروق نيوز على حصة العقارات. راك في الشروق مورنينغ وراك على المباشر، تفضل رانا نسمعوا فيك، شكون معنا ومنين؟ الله يسلمك. صباح الخير أستاذة. صباح الأنوار، تفضل. طبعا عندنا الله يسلمك. فقط ارفع صوتك من فضلك باش نسمعوك. معلش، عندنا مشكل في ورقلة. ايه عندنا. تفضل رانا نسمعوا فيك، تفضل. الله يسلمك. عندنا مشكل في ورقلة. ايه بين في عندنا العقارات تم دمجها في الاحتياطات البلدية. ايه وفي سنة 82 ابتداء من سنة 82. فقط من فضلكم غرفة التحكم ارفعوا لنا شوية فقط الصوت لهم في الاستوديو باش نسمعوكم من فضلكم، ما راناش نسمعوكم لأن الأستاذة ماش تسمع. عاود لنا فقط سؤالكم من فضلك، رانا نسمعوا فيك. كاين عقارات في ورقلة. ايه مساحات كبيرة تم دمجها في ال تفضل رانا نسمعوا فيك. تفضل. الاحتياطات العقارية. ايه للبلدية. ايه البلدية حولتها للوكالة العقارية. ايه الوكالة العقارية دارت جزأتها لقطع. جزأتها القطع. ايه وبعتها للمواطنين، بعتها للمستثمرين والمواطنين وبعتها للمواطنين. ايه نعم، احنا شرينا عقار بهذا الشكل. استاذه كي تسمعي فيه؟ راني نسمع. ايه شرينا عقار وتم الاشهار نتاعو في المحافظة العقارية. ايه ولكن بعد مدة لقينا باللي كاين عقود شهرة تمت عن طريق الحيازة مشهرة قبل هذيك العقود. تفضل انا نسمع فيك، واصل. نعم تفضل، هذا هو سؤالي. والان وقع اشكال ما بين رحنا للقضاء والقضاء لحد الان ما حبش يفصل فيها، ما قدرش يفصل فيها. هل عندك سؤال استاذه؟ هذا هو السؤال تاعي، كيفاش يعني تم اشهار العقود نتاعنا في البطاقيه نتاع العقل والوكاله العقاريه رغم انها كانت مشهره من قبل. كيف يحدث هذا الخطا هذا اللي وقعنا فيه مشكل كبير مع الوكاله العقاريه ومع الاشخاص اللي مشهره العقود تاعها. فقط تفضلي سؤال. هنا عقود. السلام عليكم سيدي المشاهد الكريم. وعليكم السلام. هنا فقط عقد الشهره اسكو كان مشهر؟ ما كانش مشهر من قبل. نعم هو كاين بعض الاشخاص بعض الافراد داروا عقود شهره عن طريق الحيازه. ايه ولكن هل هذا العقد مشهر؟ نعم العقد اللي عندنا اللي بعثوا لنا الوكاله العقاريه مشهر. عقود الشهره اللي كانت مقبل هل هي مشهره؟ نعم مشهره قال لك. يلا جميل، ابقى في الاستماع، راح تسمع الى توجيهات السيده. كي نخرجوا السلبيه. ايه احنا تخرج لنا عاديه بشكل عادي سلبيه. على اساس انك عندك تملك العقار. ايه وهما يخرجوا سلبيه يخرج لهم بانها تم دمجها. دمجها تم دمجها السلبيه اللي تخرج لكم السلبيه انتم. كاين اشكال كبير هنا، معناها كاين وكانها عقود في نفس. عاود لنا النقطه فقط هذه، عاود لنا فقط النقطه هذه الاخيره، تخرج لكم سلبيه. نعم بيخص السلبيه، هما كيخرج الشخص اللي عنده الشهره اللي عنده عقد الحيازه. لما يستخرج السلبيه مكتوب فيها يكتبوا له فيها بانه عقار تم دمجه بالاحتياطات العقاريه. ايه البلديه. بينما احنا اللي شرينا من عند الوكاله العقاريه يخرج لنا السلبيه عاديه بانك عندك تملك عقار مشهر وعادي. حق المشاهير مكتوب مباشرة. جميل. رغم هكذا القضاء ما قدرش يفصل. جميل، يلا ابقى في الاستماع، راح تسمع إلى توجيهات السيدة فاطمة. نعاود نبدأ آخر كلمة قالها، خل القضاء ما قدرش يفصل فيها. في القضية. يعني اللي تشابك وكيش نقولوا؟ شغل كبه وراهي مخلطه. هذا بالنسبة لعقود الشهرة اللي تكلم عليها هذا السيد. هذوك اللي عندهم هما شربوا على البلديه. نعم فهمت. بس كاش بصح شربوا البلديه، بصح البلديه كيفاش نحت الاملاك هذه الاملاك ودمجتها في احتياطات البلديه والبلديه عاود باعتها. هذا هو
هذا هو الاشكال. قسمتها وقلبتها. انا على كل حال مش راح نفصل فيه بزاف الموضوع. لماذا؟ لانه يعرف صحه العقد. شوف بالنسبه لصحه العقد علاش نقول لك ما نقدرش نفصل ونجاوب بصفه كما نقولوا مطلقه. لماذا؟ انا دائما نقول لهم جيبوا لي العقود نقراها قبل باش نقدر نوجه. خاطر هما فيها نقاط ربما ما ينتبهوا لهم. نوجه هنايا في البلديه خطره وقال لك القضاء وما قدرش يسلكها. معليش هو ما قدرش يسلكها ماشي ما قدرش يسلكها، هاي كاين اجراءات طول شويه في عباك في القسم العقاري كاين قضايا 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 بزاف راهي على مستوى المحاكم في القسم العقاري. لماذا؟ للاسباب اللي قلتها لك من قبل. كما هذا العقد الشهر اللي قال لك راهو مشهر، ماما كي مشهر يخش في الشهاده السلبيه. هنا على حسب كلام المواطن انه كاين شهادتين سلبيه، هنا خرجت فيها الادماجات الاحتياطيه. صح. ادماج الاملاك الاحتياطيه وهنا قال لك عقار مدمج وهنا سلبيه. وهنايا السلبي عباك شهاده سلبيه. حنايا الموثق مقبله طاح لي سؤال وكي دخل هذا المواطن فكرني في حاجه. مرات الموثق يطلب شهاده سلبيه وقلتها المرات اللي فاتوا انها ليست وثيقه ملزمه يطلبها الموثق ولكن ولينا نطلبوها. يجيب لي شهاده سلبيه كما يهدر وهذا كذلك راهو في سياق الجواب على السيده. يجيبوا لنا الشهاده السلبيه الموثق راه يعتمد عليها ونفس الحال والجواب له. هاو قال لك الشهاده السلبيه ثاني خرجت عادي داروا عقود الوكاله هذيك دارت عقود عاديه. بالنسبه للشهاده السلبيه قلت لك نطلبوها يجيبوها لنا. ممكن في خلال المده اللي بين يجيب لي شهاده سلبيه وتحرير العقد وارساله الى مصلحه التسجيل وارساله الى مصلحه الحفظ العقاري والحفظ العقاري قلت لك ياخذ وقت كبير. في هذه المرحله يقدر البائع ولا اللي تصرف ولا الواهب ولا المهم في العقود الناقله الملكيه يقدر يكون دار رهن، يقدر يكون باعو، يقدر يكون حنا لا الموثق راه مسؤول ولا المواطن راه مسؤول ولا حتى المحافظ العقاري اللي صار مسؤول. حنا يعني انا نحب نقول ماشي نحصلوا شكون اللي راه مسؤول فقط، هذيك راهي بغض النظر، ولكن وراه حقوق هنايا ولا هذا المواطن؟ وراه كيفاش راهو يجي عند الموثق باش يضمن له هذه الحقوق؟ هايك واش تصرى؟ يجيب شهاده سلبيه ما فيها والو الموثق يخدم بها، ولكن لطول اجراءات بين تحرير العقد والاشعار ياخذ وقته. في هذاك الوقت راه يصرف في هذا السيد. هذا ماهوش وحده ربما هو في هذا السيد ماهوش وحده اكيد. لازم نقرا الملفات نقراهم نشوفهم باش نقدر نجاوبه. ولكن راه يقول في شهاده سلبيه الموثق هذا اللي دار هذه العقود ولا راهي عقود اداريه، خاطر قلت لك العقود الرسميه تقدر تكون توثيقيه او تكون اداريه يعني الاداره هي اللي دارتها. دوك هذه الاداره هذه البلديه اللي حرت هذه العقود دوك راهو عندها ملف كما نقولوا عندها انفون عندها قاعده تمليف اللي لحقت لهاد اللي لحقت هاد العقود اللي راه يهضر عليها لها السيد. دوك راه خلق لهم مشاكل خلق لهم. دوك ما نقدرش نجاوب هاد السيد بالتفاصيل لانه ما شفتش العقد خاطر ما شفتش العقد من الاول للاخر. لهذا السبب ما قدرتش نجاوبك يا سيدة كريم. شكرا لك السيدة فاطمة الزهراء العريشي موثق وعضو الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين لانك حضرتي معنا صبيحه اليوم وناقشتي هذا الموضوع المهم بالنسبه للمواطن الجزائري. موضوع شائك وموضوع كبير واكيد العقود تاخذ وقت في المحافظه العقاريه باش خاصه في نقطه الاشهار، فبالتالي اخر رساله ربما تقوليها لهذا المواطن اللي راهو يشوف فينا انه ما يتقلقش. لا لا اكيد ما يتقلقش لخاطر الضغط كبير عليه هو وحنا نتفاهموا هذا المواطن والله نتفاهموا. انا يجي واحد نحس ولو بنبره صوته او لغه الوجه تاعو باللي راهو شاك فيا والله ما نزعف منه لخاطر العقد ديالو طول. ولكن نقول له ما تقلقش الاجراءات راهي كما نقولوا الاجراءات الملف تاعك راهي كما نقولوا في طول الاشهار وهذا الموثق فعلا راه يسهر كموثقه وكتجربه شخصيه والله خطرت حتى اللي لقيت في بعض الاحيان ماشي انني ما تاكدتش من اجراءات العقد ولا هذاك مفروغ منها قبل المواطن باش يمضي رانا كنا تاكدنا ولكن كي ملف يبقى والله غير راه يعود حتى على صحتنا والضغط وقلقه يعني ربي شكرا لك مره اخرى. امين يا ربي. شكرا لك مره اخرى سيده العريشي فاطمه الزهراء. اكيد مشاهدينا